محبينا جئنا كمحبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا كرمنا بعطاك غفرانك رحمك أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله الطاهرين أينما كنتم سادة الكرام والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم ورحب بكم وحلقة جديدة من برنامجكم هذا نحط رحال من خلاله عند فريضة الحج وأثر فريضة الحج، وأيضا نواكب أجواء ما تعيشه مكة المكرمة، أجواء ما يعيش أحبتنا المسلمين الذين وفدوا إلى مكة المكرمة من أرجاء هذا العالم من أجل أن يحيوا فريضة الحج بجوار بيت الله تبارك وتعالى، وتفاصيل ما يعيشه عموم المسلمين ربما حراك الحج وثورة إنسانية يحيون من خلالها فريضة الحج، ما هي التفاصيل وما هي المعاني وربما الدروس التي يمكن أن نأخذها من فريضة الحج، هو ما نسلط الأضواء من خلال هذه الحلقات، وإن شاء الله ما تبقى من سلسلة برنامجكم هذا نحاول أن نجيب على بعض علامات الاستفهام والأسئلة التي من خلالها نتعرف أكثر على فريضة الحج وسبب أن الإسلام يولي اهتماماً كبيراً لإداء الحج، ومن هنا انبثقت أنه وجوب الحج على كل فرد. أيضاً نحاول أن نحط الرحال عند كربلاء المقدسة ومفاهيم زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين وأثرها على المسلم، أثرها على المؤمن، أثرها على قاصد كربلاء المقدسة، وأيضاً لماذا يعول كثيراً الإسلام عموماً والتشيع والمذهب الإمامي خصوصاً على زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين في مثل هذه الأيام. إذن بحلقة جديدة أيها الأحبة وبمحطتين نحط من خلالهما الرحال لنتعرف على جوانب معرفية، وحيكم ورحب بكم لكن بعد وقفة أولى رافقنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله حياكم الله مجددا سادتي الكرام والأحبة، وأهلا ومرحبا بكم بالجزء الأول من برنامجكم هذا نحط رحال عند كربلاء المقدسة وبعنوان مراكز الأبحاث والدراسات وزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. ربما في حلقتنا السابقة فتحنا الباب على مفهوم وعمل وطبيعة عمل مراكز الدراسات وإلى أي مدى هي أخذت ثورة الإمام الحسين الفكرية والحراك الفكري البشري الذي نعيشه في جل المناسبات السنوية الإسلامية، نجد أن هنالك حراكاً بشرياً يحيي هذه اللحظات والمناسبات هنا في كربلاء المقدسة. هنالك الكثير من التفاصيل التي تتضمنها زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين وجموع الزاحفين صوب كربلاء المقدسة، ما الذي عملته مراكز الأبحاث والدراسات في هذا الخصوص وإلى أي مدى هي أسهمت في إبراز وبيان تفاصيل ما يعيشه الحراك الحسيني في كربلاء المقدسة وفي عموم المناسبات السنوية. هذا ما سنعرفه في حلقتنا لهذا اليوم، ومن خلال محورنا هذا باسمكم أرحب بضيفي بهذه اللحظات دكتور خالد العرداوي مدير مركز الدراسات في جامعة كربلاء وأستاذ العلوم السياسية فيها. حياكم الله دكتور وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله، اهلا استاذ مصطفى، يا اهلا وسهلا بكم. احييك وارحب بك دكتور. وسؤالي الاول حضرتك، كيف تنظر مراكز الابحاث للحراك الحسيني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم ولجميع المشاهدين. صراحه الحراك الحسيني باطاره البشري واطاره السياسي واطاره الاقتصادي يعد من الأشياء المذهلة في حياة الشعب العراقي، ويمثل ليس فقط شعيرة من الشعائر الدينية
وإنما هو يمثل قوة من مصادر القوة الناعمة للدولة العراقية. إذا كانت القوة الصلبة تمثلها القوة العسكرية، فإنه القوة الناعمة هي اللي تمثلها هذه الطقوس والشعائر الحسينية. ونعتقد أنه من خلال ما قامت به مراكز الأبحاث، أنه في كثير من الأحيان مراكز الأبحاث حاولت أنه يعني تقترب من أهمية هذه الدراسة، سواء تلك المراكز الأبحاث المرتبطة بمؤسسات دينية كمراكز الأبحاث المرتبطة بالعتبتين الحسينية والعباسية، أو مراكز الأبحاث المرتبطة بالجامعات والحكومة العراقية، أو مراكز الأبحاث اللي تمثل منظمات المجتمع المدني. وفي كل مرة كنا نبحث في هذا الموضوع كنا نقول أنه إذا كان النفط هو مورد مهم من موارد العراق الاقتصادية، وأنه هذا المورد مهما كانت أهميته فإنه مقدر إلى أنه ينضب في يوم من الأيام، إلا أن الحراك الحسيني والزيارات الحسينية هي مورد روحي ومورد اقتصادي ومورد اجتماعي لا ينضب ومستمر، وأنه بإمكان الدولة العراقية أن تستفيد من هذا المورد اليوم، لأن العراق اليوم كما يقال أنه كربلاء هي القلب الروحي للعالم، وأنه هذا القلب الروحي لا زال يخفي الكثير من مصادر القوة التي يمكن استثمارها في بناء الدولة، في وحدة المسلمين، في تحقيق العدل وفي تحقيق الأخلاق الفاضلة وحماية منظومة الأخلاق للمجتمع المسلم، سواء كان المجتمع المسلم العراقي أو بقية المجتمعات الإسلامية. لاحظنا أنه كيف أنه هذه الزيارة تلتقي بها الجموع من كافة بقاع العالم، وهي عندما تلتقي كل منها يحمل ثقافته، وكل منها يحمل حضارته، وكل منها له لغته الخاصة وله إطاره المرجع الفكري الخاص به، لكنها تتوحد في هذه الشعيرة وتلتقي في هذه في عند الحسين عليه السلام، وهذا اللقاء فيه ما فيه من الدلائل التي يمكن استثمارها لبناء حضارة إنسانية إسلامية موحدة متقاربة متعايشة تحقق الحوار وتنبذ العنف والتطرف. نعم، في ظل هذه الدلائل اللي تفضل بها حضرتك وأهمية هذا الأمر، وأنه من المدلولات الاجتماعية اللي ربما نستفاد منها في مجتمعاتنا وبناء مجتمعاتنا مثل ما تفضلت حضرتك، أين الدراسات من الشعائر الحسينية إذن؟ أستاذ مصطفى، الدراسات كثيرة، يعني اليوم اللي يبحث عن هذه الدراسات، يعني نحن في جامعة كربلاء وفي أكثر من مركز مدني من المراكز الأبحاث في كربلاء، هذا الذي أعرفه أنا، نعم، ومراكز الأبحاث التابعة للعتبة، هنالك الكثير من الدراسات التي قدمت حول كيفية الاستفادة و الاستثمار والتوظيف لهذا الطقس العبادي والروحي والاجتماعي المهم جدا، ولكن وتحقق الكثير صراحة، تحقق الكثير خصوصا بعد سقوط النظام البائد، ولكن لا زال هنالك الجهد الحكومي فيه قصور كبير وقصور واضح في الاستفادة من هذه الدراسات من جهة، وفي توظيف هذه الدراسات في الميدان. يعني اليوم أنت الجموع الزائرين التي تأتي لزيارة أبي عبد الله بهذه الأعداد الهائلة، لو كانت في أي دولة من دول العالم لاستبشرت خيرا كبيرا من هذه الزيارة ولاستفادت فائدة عظمى، أولا في تعزيز علاقاتها مع جوارها وتعزيز علاقاتها مع العالم والتواصل ومد جسور الحوار مع دول العالم، وفي جانب آخر تأكيد البعد الروحي والبعد العبادي لهذا الحدث المهم، وأيضا بناء الدولة من الناحية الاقتصادية. يعني أنت لاحظ دول مهمة في العالم مثل أسبانيا والبرتغال تعتمد على السياحة، نعم، واليوم أنت وإذا قست هذه الموارد تجد أن الأعداد هي بمئات الآلاف،
نحن نتحدث اليوم عن جموع بشرية بملايين تلتقي في أرض كربلاء وتلتقي عند أبي عبد الله، وهذه هذه الجموع تأتي للزيارة، وأيضا تحتاج إلى وجود بنى تحتية تستطيع أنه تقضي وقتا ممتعا إلى جوار أبي عبد الله الحسين. هذا يقتضي أنه الدولة والحكومة العراقية والحكومة المحلية تلتفت التفاتة كبيرة لهذا الموضوع. نعم. يعني العتبتين الحسينية والعباسية لم تألو جهدا حتى أنه توفر مدن الزائرين وتوفر الخدمات، ولكن يبقى هذا الجهد بحاجة إلى جهد حكومي أكبر. بالفعل. يعني محتاج إلى استراتيجية حكومية واسعة. يعني أبسط مثال أخذ على سبيل المثال قضية طرق النقل. نعم. والمواصلات. يعني أنت الزائر يصل للحسين عليه السلام ويتكبد المشقة، ولكن عند الرجوع تجد أنه لديه مشاكل كبيرة بالرجوع بسبب طرق المواصلات. يعني لازلنا إحنا اليوم محتاجين إلى شبكة أنفاق للمترو في كربلاء. هذا أعتقد يعني ليس قضية ترفية، وإنما حاجة آنية يعني ومستعجلة. محتاجين اليوم إلى أنه إكمال مطار الفرات الأوسط، مطار الحسين، حتى أنه الزائر يكون قريب من أبي عبد الله عندما يهبط في كربلاء. محتاجين إلى أنه طرق نقل تكون أوسع. يعني اليوم الشوارع تحتاجها تكون أوسع، خدمات البلدية تكون أفضل. نعم. محتاجين إلى بنية تحتية ترتبط بالأبنية الحكومية والأبنية السياحية تكون أكبر وأوسع وأكثر استثمارا. هذا الأمر يجعل الدراسات اللي قدمت مهما كانت مهمة، إذا لم تكن هنالك إرادة حكومية وقرار حكومي لن تكون نافعة بالشكل المطلوب. وكثير من الدراسات هي لا زالت تنتظر التطبيق وهي موجودة في أدراج المكاتب أو على رفوف المكتبات. نعم نعم، هذا من الجانب يعني التنموي التشييد والبناء وهكذا والإعمار بالمحافظة. أنا أذهب إلى الإعمار الفكري، وسؤالي من شقين. الشق الأول، باعتبار حضرتك مدير مركز الدراسات اليوم في جامعة كربلاء ونحن نتحدث عن كربلاء، يعني موضوع الحراك والتجمهر في كربلاء المقدسة في مثل هذه المناسبات في عرفة ليلة ويوم وهذا التجمهر الكبير، أتنظرون إليه أنه حراك ديني فقط أم أن فيه الكثير من المدلولات غير الدينية أيضا فيما يخص تناولكم لأنه التنمية الفكرية وغيرها؟ أي لقاء اجتماعي مهما كان هذا اللقاء، يعني خلينا نضرب لك مثل بسيط. يعني نعم. هذا منتدى دافوس اللي الاقتصادي العالمي اللي يعقد سنويا، اللقاء هو لقاء اقتصادي بين القوى الكبرى ورجال المهمين ورجال الأعمال، لكن يأخذ منحى سياسي ويأخذ منحى اجتماعي. بالفعل. ويأخذ منحى صفقات وعلاقات تعقد بين الدول. صح. اليوم أي لقاء اجتماعي لا يقتصر فقط على الغاية التي من أجلها يكون هذا اللقاء. زين. ما بالك اليوم أنه عندما يكون اللقاء هو عند الحسين عليه السلام. الحسين بعنوانه وبمنهجه بكل ما يحمله من معاني السمو والإيثار والبطولة والفداء والرغبة في إقامة العدل ومحاربة الفساد والمفسدين وما شابه ذلك. يعني لو كانت القضية قضية فقط عبادية ما رأينا أنه الطغاة والحكومات المستبدة على طول التاريخ تحارب الزيارة الحسينية. هي تدرك أنه هذا اللقاء لن يكون لقاء ديني فقط للعبادة، وإنما هذا لقاء يتم التباحث فيه من ناحية الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية، ويتم التباحث في هموم المسلمين وما يحتاجونه وكيف يجب أن تبنى الدولة وكيف أنه يجب أن تعمل المجتمعات المسلمة. هذه مع بعضها هي تمثل لقاء فكري واسع النطاق. والملاحظ أنه في هذا النطاق، يعني إذا لاحظنا كل اللقاءات، يعني على سبيل المثال أخذ على سبيل المثال قضية الحج. نعم. يعني الحج اليوم لن تجد أنه في الحج أنه الصغار والكبار والنساء والرجال كلها مشتركة بالحج. صح. إلا ما ندر، وبالتالي أنه يقتصر على فئات عمرية محددة في قضية الحج، وأحيانا وفي كثير من الأحيان هذه الفئات تكون ميسورة الحال. صح. أنه تلتقي في شعيرة الحج.
لكن في كربلاء يلتقي الفقير مع الغني، ويلتقي العالم مع متوسط أو معدوم المستوى التعليمي، تلتقي المرأة مع الرجل مع الشاب مع الطفل، هذه كلها كل الفئات العمرية كل الطبقات كل المستويات الاجتماعية تلتقي في كربلاء، وهذا هذا هذا اللقاء جدا مهم. بالتالي انه سوف يكون هنالك حوار بين الاجيال وحوار بين الافكار وحوار بين الثقافات المختلفه وحوار بين الاجناس في المختلفه، كل هذا يجعل انه هذا اللقاء يعني اللقاء يعني نسميه سبيشال يعني من نوعيه خاصه الى خصوصيته، و يعني لذلك نلاحظ انه هو مهم، يعني تسليط الضوء على هذا اللقاء يدل على اهميته وعلى عمقه، وهذا راح يترك يعني راح يترك انه في كثير من الاحيان يعني انا الملاحظ انه الاشياء اللي لاحظها مرات انه ناس هي لا يعني لا تصلي، يعني شباب لا يصلون، وعندما ياتون للحسين عليه السلام سيرا على الاقدام بعدها ينعكس هذا عليهم انه يبدون يتعبدون و يصومون ويصلون. إذن هذه القضية قضية كبيرة تترك تأثيراتها على الناس، تأثيراتها الأخلاقية، تأثيراتها الاجتماعية. يعني لاحظ على سبيل المثال السمو بين الناس، يعني أنه قضية الإيثار والكرم أثناء الزيارة الحسينية، هذا اللقاء اللي الناس أنه تبدي تكون سخية بشكل كبير أثناء الزيارات الحسينية، دليل على أنه ما تتركه هذه الزيارات من تأثير إيجابي في المنظومة الأخلاقية للناس. إذن القضية قضية واسعة كبيرة لا تقتصر على الطقس العبادي، ولكن تشمل الجوانب الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل جوانب الحياة. إذن شق الآخر من سؤالي جناب الدكتور، كحضرتك أستاذ العلوم السياسية اليوم في جامعة كربلاء، هل ممكن أن نأخذ من أثر مسيرة سيد الشهداء الإمام الحسين منهجاً لأن تحكم الأمة وبالنتيجة يعني تعيش بحكم إيجابي ويستثمر به كل شيء؟ قبل قليل وإحنا نتحدث بأسئلتك الكثير من الفجوات وهم يحكمون لم تستثمر، إذن هل بالإمكان كنظم حاكمة للأمم والشعوب ممكن أن نأخذ من الحسين ومنهجه درساً وبالنتيجة نمنهج الحياة على أساسه؟ تمام، سؤال جميل. سوف أقول لك الشيء في قضية الحسين عليه السلام. نعم. هذه القضية وهذه الزيارة للحسين تحمل جانبين. نعم. الجانب الأول أن الحسين عليه السلام عرى كل الأنظمة الفاسدة والأنظمة الجائرة، وبالتالي حتى الأنظمة التي تدعي أنها تعمل باسم الحسين عندما لا تخالف منهج الحسين تكون معرات أمام الناس أمام المحكومين أمام مواطنيها، لأن الحسين هو ثورة على الفقر وهو ثورة على الظلم وهو ثورة على التحلل والفساد والمحسوبية والمنسوبية وما شابه ذلك. فبالتالي أنه أولا أنه الحسين عليه السلام يعري الأنظمة التي لا تلتزم بمنهج السلوك المستقيم في عملها وفي إدارتها لأمور الحياة وأمور الحكم. في جانب آخر أن الحسين عليه السلام هو قدوة وأسوة حسنة لكل المظلومين، نعم، ولكل الثائرين من أجل الإصلاح، وبالتالي أنه لنعرف الحسين عليه السلام. عندما نعرف الحسين هو لماذا استشهد سيد الشهداء، نعم، لماذا هتكت حرمه، ولماذا تعرض إلى ما تعرض إليه من ظلم واعتداء، لأنه أراد أن يقيم العدل والإصلاح، نعم، وطالما أنه سيد الشهداء سبط الرسول عندما رأى الانحراف في حياة الأمة، ودعني هنا أقف قليلا، يعني لو أن الحسين عليه السلام بايع يزيد وقبل أن يحكم يزيد وأمثال يزيد الأمة، ألا تعتقد أنه يزيد سوف يكرم الحسين ويعطيه ما يشاء؟ بل يعطيه أكثر مما يشاء، صح لو لا؟ لأنه بهذه الحالة أضفى المشروعية على حكمه.
عدم سكوت الحسين عليه السلام على حكم يزيد وأمثال يزيد يدل على أن هنالك منهجا تركه الحسين في حياة الأمة. عندما تكون هنالك أنظمة فاسدة، عندما تكون هنالك أنظمة جائرة، عندما يكون هنالك ظلم للناس، كل من يقول أنه يتبع الحسين واجب عليه أن يقتدي بسيرة الحسين ويعمل عمل الحسين في مواجهة الظلم والفساد ومحاربته من أجل إقامة العدل والإصلاح. نعم، إذن دكتور، يعني ربما ليس خلاصة لكن هو هذا السؤال الكبير الذي قد يطرح نفسه، أنه إذا ما نظرنا للحراك الحسيني كحراك جماهيري، إذا ما نظرنا لقضية الحسين كثورة فكرية، كثورة تضحيات، كما شئت فعبر، واليوم حضرتك يعني تطرقت لأمور جدا مهمة ونقاط رئيسية بحراك الحسين، رغم كل هذه التفاصيل لم نجد هنالك الثورة الفكرية التي انبرت وانبثقت على مثلا فتش شعيرة من شعائر الإمام الحسين تستثمرها مراكز الدراسات وبالنتيجة تجعل منها مقارنة لكل الدراسات العالمية. هذا السؤال الكبير الذي لطالما يطرح، يعني اليوم عندما تشاهد مسيرة العشق التي تقصد الحسين وغيرها كثير، يقال أين مراكز الدراسات وأين الأقلام الذي قد تكتب في مثل هكذا حراك وبالنتيجة لم تحاكي العالم فيما يحدث في كربلاء وفي العراق؟ لماذا؟ هل هنالك علة؟ هل هنالك يعني خلل؟ لو صح التعبير طبعا، يعني هو طبعا هنا انا ذكرت ابتداء انه مراكز الابحاث تعمل وتهتم بهذا الموضوع. نعم، ولكن مراكز الابحاث اعتقد انه تحتاج الى انه تعمل على جانبين. الجانب الاول على انه مراكز الابحاث تحتاج انه ترسخ مبادئ ومنهج الامام الحسين اكثر في حياه المجتمعات المسلمه. نعم. وخصوصا في علاقتها مع حكوماتها، لأنه اليوم طالما أنه البعد السياسي هو البعد الطاغي في القضية الحسينية، لأنه هو صراع بين الحسين المواطن، بين الحسين الرمز، بين الحسين الإمام، وبين طاغية الزمانة، فبالتالي أنه هذه القضية تجعل أنه مراكز الأبحاث تكون مفتوحة الشهية، المفروض يعني تكون مفتوحة الشهية على أنه تبحث المنهج الحسيني من باب علاقة الحكومات بشعوبها، وكيف يجب أن تعمل الحكومات الصالحة حتى تكون حكومات يرضى عنها الحسين ويرضى عنها أتباع الحسين. هذا من جانب. نعم. من جانب الآخر طبعا يحتاج أنه في العالم غير الإسلامي وفي لربما أحيانا العالم غير الشيعي هناك نوع من القطيعة بين مراكز الأبحاث وبين المؤسسات العالمية. هسه الأسباب لربما تكون كثيرة. نعم. بعضها مرتبطة بحكوماتنا، يعني أنت السيد العارفين أنه هو حتى المشاهدين يعرفون. صح. يعني أنه كم النسبة الضئيلة المخصصة للبحث العلمي من قبل حكوماتنا الإسلامية سواء في العراق أو غير العراق. بالفعل. تجد أنه يعني على سبيل المثال أنت تلاحظ أنه الإسرائيل نسبة البحث العلمي بها 4.7% من إجمالي دخل الميزانية. تعرف أنه إحنا في العراق وفي حتى في دول غنية مثل دول الخليج. صح. أنه النسبة 0.001، يعني بمعنى أنه أنت جدا البحث العلمي ضئيل، وهذا يجعل أنه التواصل ومد جسور العلاقة بين مراكز الأبحاث المحلية ومراكز الأبحاث الدولية ضعيفة. هذا من جانب. من جانب آخر أنه تحتاج أنه مراكز الأبحاث أيضا تطور مهاراتها، مهارات العاملين بها وكوادرها، وهذا راح يكون عمل جدا مهم يعني تقوم به مراكز الأبحاث من أجل تطور نفسها. وفي النتيجة إذا ما تحقق الجانبين، تطوير البحث العلمي والاهتمام به ومد جسور الثقة وتطوير المهارات داخل هذه المراكز ومد الجسور مع العالم الآخر، فأعتقد أنه سوف تلعب مراكز الأبحاث دور أكبر في نقل الثورة الحسينية وفي نقل منهج الحسين إلى العالم غير الذي لا يعرف الحسين عليه السلام. أنا أعطيك مثل بسيط، يعني أنه إحنا عندنا من المعصومين حديث يقول انه لو عرف اللي يعارضون منهج اهل البيت لو عرفوا علومهم لو عرفوا منهجهم لما ابتعدوا عنهم.
وهذا الامر يدل على انه احنا محتاجين انه ننقل منهج الحسين وقضيه الحسين الى العالم الاخر حتى يفهمها اكثر. يعني يكفي انه احنا اللي ننقله للعالم الاخر فقط انه هذا اليوم الارهاب وداعش والتنظيمات الارهابيه. يحتاج العالم الاخر انه اكثر انه يفهم انه هنالك منهج للعدل والايثار وللا عنف اللي مثلته الثوره الحسينيه ونهضه ابي عبد الله الحسين. نعم. دكتور خالد العبداوي، استاذ العلوم السياسيه ومدير مركز دراسات في جامعه كربلاء المقدسه، انا شاكر حضرتك وشكرا لكل اللي تفضلت به. حياكم الله، انا شاكر لكم واتمنى التوفيق لكم وللمشاهدين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السائرين على منهج الحسين. اللهم امين، شكرا جزيلا لحضرتك دكتورنا العبداوي. اذا سادتي الكرام والاحبه، وضعنا الدكتور العبداوي بجانب مهم جدا وهو استثمار مراكز الدراسات، وبالفعل ان جل مراكز الدراسات وخصوصا ما يعيشه مركز دراسات محافظه كربلاء المقدسه في جامعه كربلاء، هنالك الكثير من الدراسات التي تناولت الحراك الحسيني، الشعائر الحسينيه، واقع ما تعيشه كربلاء المقدسه، لكن يحتاج الى رعايه من قبل الجهات المعنيه في ان تاخذ كل هذه التفاصيل بنظر الاعتبار وبالنتيجه تجعلها على طاوله الاستثمار الفكري، الاستثمار في بناء المجتمعات، وبالنتيجه تستثمر كل الدراسات التي وضعت وحاكت ما يعيشه الحراك الحسيني وزائر كربلاء، زائر الإمام الحسين. إذن أحبتي حتى نذهب إلى المحور الآخر والجانب الآخر من برنامجنا، نذهب إلى فاصل ونعود رافقونا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة، ونحن نحط الرحال عند الجانب المعرفي بفريضة الحج، وبهذه اللحظات الأحبة المسلمين في مكة المكرمة وهم يؤدون فريضة الحج والكثير من المستحبات اللي ربما في حلقاتنا السابقة تعرفنا عليها، عندما ينتقلوا من المدينة المنورة وإلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة يؤدون عدد من المستحبات اللي هي باب للكثير من النسك والعبادات اللي فرضها الله على كل المسلمين، وبالنتيجة يؤدون هذه كل تفاصيل الحج ليمسحوا الورقة التي ربما كل فرد منا يحتاج أن يراجع علاقته بينه وبين الله تبارك وتعالى، يراجع هذا ربما عدد من الأيام كثير من الأخطاء وكثير من الشوائب ملئت أوراق صحفنا، وبالنتيجة نحتاج أن نخضع بين يدي الله وأيضا نمتثل للعبادة لله تبارك وتعالى، وأيضا نراجع هذه العلاقة بيننا وبين الله وحلقة الوصل بين العبد وربه، لطالما تحتاج إلى مراجعة، وخصوصا عندما نتحدث عن فريضة كالحج
هي خير وسيلة لأن نراجع علاقتنا بالله، وبالنتيجة يولي عموم المسلمين بل الإسلام يولي اهتماما كبيرا لفريضة الحج، لذلك تكون هي واجبة في أعناق كل فرد منا، في أعناقنا أكيدا، وبالنتيجة نولي اهتماما وربما نغضب كل أحد يوفقه الله تبارك وتعالى أن يمتثل لله في هذه العبادة، وأن يرزق في هذا العام أو في عام قادم يرزق الحج. لذلك كل المؤمنين في صدد أن يغبطوه على أن وفق بإداء هذه الفريضة، وهكذا يولي الإسلام اهتماما كبيرا وواضحا. وربما اليوم الحراك الإسلامي واضح، والأمة الإسلامية تعيش في مثل هذه الأيام، تعيش مع فريضة الحج، مع أجواء الحج. لم يوفق في أنه يقصد المدينة المنورة ومكة المكرمة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والمثول بين يدي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، ومن ثم إداء فريضة الحج. إن لم يوفق لذلك فهو يتابع هذا الأمر، ويتابع كل الأحبة الذين وفدوا إلى مكة المكرمة، ونحن نعيش معهم باللحظات، نعيش معهم بالصور، نعيش معهم بأجواء ما تعيشه مكة المكرمة في مثل هذه الأيام، وإداء الفرائض وإداء هذا النسك، ونداء لبيك اللهم لبيك يكون نغمة في أذهاننا على طول هذه الفترة، على طول هذا الشهر، على طول هذه الأيام، أننا ربما نعيش لحظاتهم أو نتمنى أن نكون معهم، أو ندعو لهم في أنهم يوفقوا جميع من قصد إلى مكة المكرمة. نسأل الله أن يوفق في أن كل جهود، كل المشقة التي هو بصددها، ربما نسأل الله أن تكلل بالقبول. نسأل الله أن يوفق جميع أحبتنا بأنهم يؤدون فريضة الحج وبكل أمن وأمان، وإن شاء الله يعودون لبلدانهم بكل سلامة وبكل أمن. ومن هنا نحاول أن نتعرف على حجم أهمية فريضة الحج في الدين الإسلامي، حجم معرفة هذا الجانب، ولماذا الإسلام يولي اهتماما كبيرا لفريضة الحج، وعلى كل مسلم ومسلمة يجب أن يؤدي فريضة الحج، وهذا بين قوسين أنه على قدر الاستطاعة. وهذا كله نحاول أن نتعرف عليه من خلال برنامجكم هذا، ونحاول أن نسلط عليه الأضواء ونتعرف على جوانب ما تعيشه مكة المكرمة. إذن بهذه اللحظات باسمكم أرحب بضيفي من مكة المكرمة الباحث الإسلامي سماحة الشيخ فلاح الحلفي. حياكم الله سماحة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مولاي الكريم، من جوار بيت الله الحرام ندعو لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم: ولله على الناس حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. نعم. الحج واجب فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين كافة، فالحجاج يأتون لأداء هذه الفريضة المقدسة من أنحاء البلاد الإسلامية وغيرها، فإنه ملتقى عالمي. فلهذا الملتقى العالمي أسس آية الله السيد الشهيد حسن الشيرازي قدس سره في منتصف الستينيات هذه البعثة المباركة، ودعا المراجع والعلماء إلى تأسيس بعثات دينية، لأنه لم يكن في حينها بعثات دينية كما هو متعارف الآن. فبعثة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي حفظه الله ورعاه بدأت نشاطها لهذا العام في المدينة المنورة ومكة المكرمة. فبدأت نشاطها في المدينة وهي المحطة الأولى، وقد اشتملت نشاطاتها على
إقامة المجالس الحسينية يوميا، وكان الحضور لهذه المجالس جيد كما وكيفا من وفود تأتي إلى البعثة من مختلف البلاد الإسلامية وغيرها. كما شكلت البعثة وفدا يترأسهم حجة الإسلام الشيخ طالب الصالحي بزيارة البحثات الدينية، منها بحثة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني حفظه الله، وبحثة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، وبحثة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، وبحثة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، وغيرها من البحثات الأخرى. نعم. والشخصيات والرموز الدينية الأخرى. نعم سماحة الشيخ، نعم تحدثت حضرتك عن البحثات وجزاك الله خير ذكرت مؤسس هذه البحثة. سؤالي لحضرتك، حجم أهمية وجود هذه البحثات في مثل هكذا حراك وتجمهر كبير، إلى أي مدى هو يسهم في يعني خدمة هؤلاء الزاحفين صوب مكة المكرمة وكذا قبلها في المدينة المنورة؟ صوتكم يقطع مولاي. نعم سمعت الشيخ تسمعني؟ صوتكم يقطع الآن تسمعني صحيح؟ صوتكم يقطع شوية غير مكانكم. الآن تسمعني شيخنا؟ سمعت الشيخ تسمعني الآن صحيح؟ زيارة بعض الشخصيات في المدينة المنورة والمشاركة في المجالس الحسينية. نعم. وهناك نشاطات أخرى للبحث، منها زيارة بعض حملات الحجاج من مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. وكذلك هناك لجنة للإجابة على المسائل الشرعية التي يحتاجها الحاج غالبا. وكان لأعضاء البحث برنامج يومي وهو عقد ندوات فكرية يناقش فيها أعضاء البحث ما يدور في واقعنا الحالي في الساحة العراقية والعمل المرجعي وواجبات رجل الدين. وضمن اللقاءات اليومية كذلك لبحثة السيد المرجع حفظه الله ورعاه، فقد زارنا قسم من البحثات الدينية والشخصيات، فقد زار البحثة المرجع الديني السيد علي الحسين السيستاني. نعم. وبحثة المرجع الديني الشيخ بشير النجفي. نعم. وبحثة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، وكذلك الشيخ الفياض، وغيرهم من المكاتب والشخصيات والبحثات الأخرى. وكذلك زار البحثة سماحة الشيخ خالد العطية رئيس بحثة الحج العراقية. هذا مختصر عن دور البحثة في مكة والمدينة، وإلا البحثة لها عدد كثير من اللقاءات اليومية والزيارات واللقاء بالحجاج وقامة صلاة الجماعة والمجالس الحسينية، والحمد لله رب العالمين. سمعت الشيخ. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم شيخنا تسمعني؟ سمعت الشيخ تسمعني؟ ألو شوية صوتك يقطع مولاي. يبدو الشيخ ما شيخنا ما تسمع صوتي. أنا شاكر حضرتك سمعت الشيخ. طبعا يبدو الشيخ ما يسمع صوت. أنا شاكر مشاركتك معنا سماحة الشيخ الباحث الإسلامي سماحة الشيخ فلاح الحلفي. وضعنا بصورة جهود هيئة بحثة الحاج ويعني دور بحثة الحاج. ربما تفضل سماحة الشيخ أنه هنالك تواصل بين البحثات، وأيضا تلعب دور كبير جدا البحثات مراجعنا الأعلام، وأصلا فكرة
وجود هذه البحثات بين حجاج بيت الله الحرام، وأيضا لأن يدللوا العالم وأيضا يرشدوهم لتفاصيل الحج. ربما الحاج عندما يقصد إلى مكة أو المدينة من بلدان مختلفة، ربما ثقافته مختلفة، ربما قليل المعرفة بجزئيات بل كليات أو غير ذلك من أداء طبيعة أداء فريضة الحج، لذلك ربما يحتاج إلى أن يعرف بالكثير من الأمور، وحسب يعني حسب فتاوى المراجع أو حسب دور عمل بعض المراجع. لذلك كانت فكرة وجود هذه البحثات في يعني في عموم مكة المكرمة، وبالنتيجة يحتاج الحاج القاصد من أقصى هذا العالم، ربما إن كان قاصدا من بلد إسلامي وفيه مراجعنا الأعلام، أو من بلد لا يوجد فيه كذلك وأنه بعيد عن مراجع الدين، هو يستطيع أن يذهب إلى مكة ويلتقي بعموم مكاتب الدين ومكاتب مراجعنا الأعلام، وبالنتيجة يوجد هنالك رجال العلم والمعرفة في هذا الجانب، ويستطيع أن يتعرف على تفاصيل أداء فريضة الحج وأعمال الحج وما يتعلق عليه في تفاصيل أداء الحج أو غير ذلك. يحتاج أيضا أنه يستذكر أو ربما يراجع بعض الأعمال التي تجب عليه في مكة، وبالنتيجة الأعمال التي تجب عليه ماذا وكيف يؤديها، كل هذه التفاصيل أو غير ذلك. ربما بعموم حياته هو يستطيع أن يستثمر وجوده في مكة وتواصله مع هيئات المكاتب المراجع، وبالنتيجة يتواصل مع الفتوى، يتواصل مع رأي المرجعية، يتواصل مع وجهة المرجعية في الكثير من التفاصيل. وهكذا هو لم يطلع فقط على طبيعة الأعمال التي يؤديها في مكة، إنما أكبر من ذلك، وهكذا تأتي أهمية وجود البحثات في المدينة المنورة ومكة المكرمة لأن تكون بين يدي الأحبة المؤمنين وفي متناولهم، وبالنتيجة يستطيعون التواصل وطرح جل بل كل الأسئلة التي يريدون أن يطرحوها ويتواصلون مع مراجعهم الأعلام. ومن هنا تأتي أهمية وجود البحثات وأيضا وجود تفاعل مع هذه البحثات، ونستثمر وجود هذه البحثات في عموم المناطق التي تشهد وجودا للبحثات. أيضا تحدث سماحة الشيخ الحلفي أن هنالك تواصل فيما بين هذه البحثات، تواصل فيما بين مكاتب مراجع الدين. ربما كما نعلم جميعا أن طبيعة تواجد مراجعنا الأعلام في عدد من البلدان، ليس في بلد معين، ليس فقط في العراق وليس فقط في بلدان إسلامية أخرى، إنما في عموم العالم. لذلك هم يتواصلون خلال موسم الحج، خلال مناسبة الحج، خلال هذه الأيام المباركة يتواصلون فيما بينهم ويتبادلون الكثير من المعارف والكثير من التفاصيل، أنه هذا العمل المشترك في أنهم يوصلون رسالتهم للأمة الإسلامية جميعاً. وأكيداً البحثات جميعاً مفتوحة أبوابها أمام جميع الأحبة الذين قصدوا إلى مكة المكرمة ليستفهموا، ليجعلوا منها وسيلة إرشاد وموعظة وعظة لهم. ومن هنا تأتي حجم أهمية البحثات وتواجدها في مكة المكرمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم على أحبتنا جميعاً، وإن شاء الله القبول لهم ولنا، وإن شاء الله نوفق وإياكم لأن تكلل كل الأعمال بالرضا والقبول من قبل الله تبارك وتعالى. نذهب إلى وقفة ونعود رافقونا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. أهلا بكم مجددا سادتي الكرام والأحبة بحلقتنا لهذا اليوم. تعرفنا على دور مراكز الأبحاث والدراسات في أنها تستثمر
أثر زيارة الإمام الحسين وأثر الحراك الحسيني، هذا ما تعرفنا عليه في المحور الأول. وفي المحور الآخر وضعنا ضيفنا من مكة بصورة جهود البحثات من مراجعنا الأعلام ودورها في إرساء المفاهيم، وكذلك أنها تدلل للأحبة المسلمين الكثير من العبادات التي هم بصددها في مكة المكرمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم جميعا، وإن شاء الله تكلل أعمالهم بالقبول، كل من قصد مكة والمدينة أو كربلاء المقدسة إن شاء الله القبول وتكلل الأعمال برضا الله تبارك وتعالى. ختاما لكم مني ومن أسرة العمل التحايا، وإلى الملتقى. جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك غفرانك رحمك، أكرمنا بعطاك